يعني تأهل الفرق المصرية إلى المرحلة القادمة في مرحلة المجموعات سواء في دوري الأبطال أو الكونفدرالية حاجة بتورينا يا قضى قد إيه الدوري المصري هو دوري قوي، طبعا ويظل الدوري المصري واحد من أقوى الدوريات في القارة الأفريقية والأعلى قيمة تسويقية. أنا عارف إن في ناس ممكن تاخد الكلام ده وتسخر منه زي ما بنقول كده، يقول لك فين ده ومفيش انتظام ومفيش. خلينا نتكلم في ظل بعض المشاكل اللي موجودة في الدوري المصري، يظل الأقوى في القارة الأفريقية والأعلى قيمة الأندية بتاعتك تسويقية. كمان هي اللي بتحقق البطولات القارية. صحيح، الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، الزمالك والزمالك هو الكونفدرالية. حامل لقب الكونفدرالية. خلينا بالكلام عن دوري الأبطال، دوري أبطال أفريقيا، نستعرض كده التصنيفات مع بعض. التصنيف الأول في مين، والتاني والتالت والرابع. التصنيف الأول في كل من النادي الأهلي حامل اللقب، وترجي التونسي، وسان داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي. التصنيف الثاني بيراميدز من مصر، الرجاء المغربي، يانج افريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري. التصنيف الثالث في اورلاندو الجنوب افريقي، الهلال السوداني، الجيش الملك المغربي، ساجرادا الانغولي. التصنيف الرابع مولوديه الجزائر، مانياما الكونغولي، وجواليبا المالي، استاد ابيجان الايفواري. طبعا المجموعه بيكون فيها فريق من كل تصنيف، ممكن نشوف الاهلي وبيراميدز في مجموعه واحده، ولكن ما نتمناش الاثنين يكونوا مع بعض في دور المجموعات، ان الفرقتين اقوياء جدا وعارفين بعض فممكن يعطلوا بعض.